مساء الخير على الجميع ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نضالهن. نضالهن برنامج بيهتم بقضايا المرأة في مختلف المجالات وبناقش التحديات اللي بتلاقي النساء في مختلف ضروب الحياة. بنرحب بكم مرة ثانية وبرحب بضيوفي في الاستوديو، برحب معي امرأة من النساء العظيمات جدا واللي هي وهبت عمرها وحياتها إنها تدافع عن حقوق النساء وإنها تناقش ما بيواجههم من معاناة في الحياة اليومية. معانا امرأة عظيمة قنية عن التعريف، الأستاذة عوضية محمود كوكو. هي واحدة من السيدات اللي اشتغلوا في القطاع غير المنظم اللي هي تابعة لبائعات الشاي والأطعمة، لحد ما بدت من جسم صغير يتكون اتحاد يتسمى الاتحاد المهني متعدد الأغراض. برحب بأستاذ عوضية كوكو. أيضا برحب بالدكتور عز الدين الصافي، مفوض عام مفوضية الضمان الاجتماعي وخفض الفقر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. برحب بالجميع. الليلة حلقتنا حناقش واحدة من القضايا المهمة جدا بالنسبة للنساء تحديدا وبالنسبة للقطاع المنظم، اللي هي الانتهاكات اللي قاعد تواجه بائعات الشاي والأطعمة والنساء اللي بيبيعوا الكسرة واللي بيبيعوا المدققات، واللي هي ده هم جزء من الهيكل بتاع العمل، أو هم جزء من القوى العاملة في السودان. قاعد تلاقيهم انتهاكات بصورة يومية المؤسف جدا، خصوصا الانتهاكات والتحديات اللي لاقتهم خلال الحظر بتاع جائحة كورونا. مرحب بكم. بعد من الاستوديو لما جانا الحسري بتاع 21 يوم، احنا كنا قاعدين فوق البيوت، جاتنا 3 مليون وتاني جاتنا حسب بطاقات برضو 3 مليون. بعدين 3 مليون دي ما قد يلينا غرض، يعني 3 مليون دي ما فايت لها مصاريف يومين. يلا على كده قعدنا، والحاجة دي ما قطت معانا. حاولنا ننزل ونشتغل ستات الشاي وستات الأدعمة، وحسا يعني ما كلنا شغالين، بس المطعم ده شغالين احنا 3 بس. أنا مما كنت بشتغل لي 10 و12 كيلو بتاع سمك وبتاع لحمة، حسا بشتغل لي كيلو ونص. كنت بشتغل لي نص كيلو كسرة، حسا بشتغل لي نص الملوى بقسيم على 3. وحسا من اشتغلت بس بعد العيد، يعني حسا اليوم كله أنا كنت في البيت. أنا بعون لي عسرة وبصرف لي على ناس، عندي أولاد عيانين وأنا ذاتي عيانة بالسكري، والحمد لله رب العالمين. الحسري ده شوية معانا عسر، ويلا الحاجات اللي ادونا دي كتر خير وما ادونا، لكن ما مغطي علينا وشغالين رزق اليوم باليوم. أنا يوم ما جيت أولادي ما بعشيهم، لازم أنا أهاول أجي عشان أقدر أطلع لأولادي مصاري. أنا بقول لي 6 7 أنفار عيال وعيال عيال، ما شاء الله الحمد لله. أنا في بيتي عندي 21 نفر بوراي، ودير كلهم وبعد ده يا دوب ناس مجلس السيادة جابوا لنا كراتين، والكرتونة ده صغيرة ما كرتونة، يعني ما بيسموها كرتونة عادينا. نحن قبل كده جاتنا كراتين هنا حقتنا حقت 2017، والله جاتنا كراتين كبيرة شديد وجاتنا معاها قروش، يعني كان أحسن من هسه الحسري. مفروض يزيدونا ناس الحسري هسه، يعني احنا نكون أحسن من كده. والحمد لله كلنا والله، يعني ما نقول لك يعني أن احنا قادرين، كلنا ناس يعني تعبوا ومكسرين ويعني محتاجين. أنا والله بالنسبة للحظر بتاع كورونا ده، أنا شايفة استحسن الناس تقعد في البيوت. لكن نقعد في البيوت كيف؟ إذا كان أنا أرملة وعندي أطفال وقعد بيت ما عندي وعندي أخواتي كتار، نحن في الجمعية أكثر من 100 وكم عضوية. يعني الناس اللي استفادوا لقوا كراتين في رمضان من الجمعية ما في. يعني احنا 17 رمضان عوضية جابت لنا كيس فيه كيلو عدس يا جماعة، نص كيلو رز، علبة بتاع الصلصة، وكيلو سكر. هل يا ترى ده بيمسك؟ رجعنا تاني. خلطة عوضية مرحب.
زي ما بيحلوا لنا انه ناديك يعني بدل الاستاذة عوضية. استاذة عوضية، سمحتي زميلاتك في في في, في الاتحاد وهنا العاملات مع، نعم نعم، فبديك الفرصة انك تعقبي عليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انا عوضية احمد كوكو، لكن بقول انا ام السوار والكندكات. الكلام اللي قالوه اخواتي دي، خديجة محمد يوسف ست الاكل، الثلاثة ألف اللي بتقولها دي جاتني أنا منحة من ناس شادية جعفر اللي هم ناس منسم، أولي أوزع للناس الأشد حوجة، لكن مشيت لهم هم في الجمعية وأديت كل واحدة 3000، قلت لهم أعملوا رأس مال، كنا الزمن ده كان لسه ما في حصر. أما الأكياس اللي بيتكلموا عنها دي، أنا فعلا ما أدوني ناس الوزارة كان ولا ناس السيادة، ما في ذول اداني حاجة. الأكياس دي اتصل علي الوزيرة وقالت لي في ذول حيتصل عليك، وزول كان قال لي بديك 200، مشيت اداني 60 كيس، وهو نفس الكلام اللي قالته ده هو فيه، يعني ما كان كثير. لكن الآن بحمد الله تم تسليم 426 عضو بطاقة، اللي قالتها خديجة دي أنا طلعتها لهم من الوزارة مع ابني محمد الشابك، قعدنا وعمل لنا البطاقات دي، وأسي بكرة أنا بستلم أكثر من 500 بطاقة، وعندي 3000 بطاقة بسلمها، لأنه أنا قاعد أمشي الاستيتات شايفة محلاتهم، واحدين بمشي لهم في بيوتهم، في ناس يعني محجورين قاعدين يشربوا موية، زول يلقطلون يجيبلون حاجة ياكلوا بليلة، قالوا ما بيطلعوا في كورونا دي نهاية، عشان عدوى لا ليهم ولا لأهلهم. لكن إحنا جد يا جماعة نتكلم، الناس اللي كانوا قاعدين في البيوت أسيب كسب الحج نزلوا، ده ما عندهم، يعني انتم ما عارفين ست الشاي دي ورا شنو، او ست الاكل ورا شنو، على ايجار البيت، تربيه اطفالها، عندها ناس متقاعدين دايرين العلاج، دايرين ياكلوا كويس يشربوا كويس، لكن احنا زي ما بنقول بس ناس صابرين. بالنسبه للنسوان اللي هسه شغالات دي عانوا، يعني أسي انا اول البارح قبل 3 يوم كنت في محكمه الديم، حكموا لي 55 عضوة بتاع الشاي، والقاضي كتر خيره يعني نحن ترجيناه ورجع الغرامة ل 500. بعدها ثاني يوم أنا مشيت من درمان قسم 13 ولا 30 ما عارف، ودوهم المحكمة حصلتهم لقيتهم برضه غرمون 500، يعني رحمون شوية بشيلوا 500. مشيت الديم رسلوا لي لقيت في 11 دايرين ضامن، وثاني يوم طوالي المحكمة. فالحاجة دي كثيرة علينا إخواننا، نحن قالوا لغوا النظام العام، المفروض ما تكون في كشة، الناس دي عانوا من كشة وضرب، فده نحن بنرفض تماما. نعم الزول اشتغلت، حتى لو جو قالوا شغل ممنوع بالراحة بيزوب، لأن دي أم للزول اللي بيجوا كشة أو خال أو عمة، فبنرفض الكلام ده. لكن بنتمنى إنه الوزارة تسرع لنا في الشغل بتاع البطاقات دي، لانها هي صح بسيطه، لكن الواحده لما يدوها 3000 وتمشي تشتري مواد تموينيه لاولادها، يعني انا بقول لهم ما يجلسوا يقعدوا عشان نشوف نحن داني اللي قدامنا نعمل شنو، خوفا من العدوى. تمام، شكرا يا خالد عوضية. أيوه. دكتور عز الدين، طيب في البدايه ممكن تدينا تعريف بسيط عن المفوضيه بتاعت الضمان الاجتماعي وخفض الفقر، بعد ذلك ممكن تعقب على المداخلات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك استاذه خديجه، وتحياتي وتقديري مع عوضية. اسمحوا لي في الاول الرحمه والمغفره لشهيدات وشهداء الثوره السودانيه المجيده، والتحيه الكبيره لمناضلات ومناضلي الثوره وما قبل الثوره، ومن 89 كانت الأمة السودانية والمرأة السودانية تقاتل وتناضل وتكافح من أجل تربية أبنائها، وأيضا تواجه صلف وتجبر النظام البائد. قدمت شهيدات في الحركة الطلابية والحركة النسوية، فلهن كل التحية والتقدير. في لمحة عامة عن العمل اللي بتقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي وزارة مدمجة من وزارتين، الرعاية الاجتماعية أو الرعاية والضمان الاجتماعي والعمل، وهذا الدمج أنا بعتبره أيضا من
من الإجراءات الحكيمة اللي قامت بها حكومة ما بعد الثورة، وهي من أوائل الوزارات اللي وضعت استراتيجية اشتركت فيها كل فئات المجتمع، منظمات المجتمع المدني، منظمات القاعدية، منظمات الأمم المتحدة، الخبراء، ووضعوا مع بعض خطة عمل فيها أهداف أساسية، من ضمنها برنامج الحماية المتكاملة أو هدف كهدف أول، وهو ده فيه بجانب أنه مجتهدين حتى الآن في أنه نحن نوفر قاعدة بيانات موحدة تشترك فيها كل الوحدات المختلفة. ويمكن أنتم على علم في أنه الوزارة من الوزارات الكبرى اللي هي في واجهة المجتمع من ناحية خدمية، وفيها وحدات أكثر من 23 وحدة تتبع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وده أيضا غني عن التعريف، لكن من الوحدات اللي معنية بخدمة المجتمع وتوفير وقيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مثلا وحدة ديوان الزكاة، الأمانة العامة لديوان الزكاة، والتأمين الصحي، والمفوضيات أيضا معنية بوضع السياسات والمقترحات التي تساعد المجتمع في تحقيق عيشه الكريم وتحقيق العدالة، مبدأ العدالة الاجتماعية في والمساواة وإعادة توزيع الدخل وغيره. بالإضافة، واحدة من الأهداف اللي تقريبا هي محور الحلقة واللي حنركز فيها هي وحدة أو الهدف الأساسي هو تمكين المرأة، تمكين المرأة، وفي ده أيضا ويمكن دي تفرد ليها أنتم مساحات في قادم برامجكم، ودي معنية بالأساس في دعم النساء واسترداد حقيقة حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية ومساواتهن في القرار السياسي، ومساواتهن حتى في آخر قرار اللي هو صادقت عليه هو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والقرار 1325، واللي هو ده معنى بالأساس لتحقيق المساواة المرأة والاعتراف بجهدها في فترات فض النزاعات، فترات السلام، مرحلة السلام، لأنه نحن كلنا هنا عانينا وشفنا أنه كيف السيدات في مناطق النزاعات عانا أكثر من غيرهن والأطفال، ولذلك الاعتراف بحقهن في بناء السلام وتحقيق السلام العادل والأمن والاستقرار. بالرجوع للبرنامج الدعم الاجتماعي في لجائحة كورونا، حقيقة المبادرة بدأت في الأول، لأنه اهتمام الدولة بيركز في الأساس الشرائح الضعيفة، ويعتبر السيدات الأطعمة بائعات الأطعمة والشاي من أضعف الشرائح اللي اهتمت بهم الدولة، بدأ البرنامج طوالي كمبادرة أنه نحن في حال أنه يكون في قفل كامل حظر كامل نعمل لسيدات الأطعمة والشاي شنو، ولكن المبادرة بعد ذلك توسعت لأنه شملت كل القطاع الاقتصادي غير المهيكل، باعتبار أنه في الريشة، في حرفيين، في مهنيين أخرى، مهن هامشية، كلهم بيتأثروا بشكل كامل، ولذلك المبادرة توسعت. ولأنه ما عندنا قاعدة بيانات في يدنا، بدينا نفكر في آليات كيف نقدر نصل للناس الأكثر تضرر، وطوالي بدينا البرنامج ووزعنا الخرطوم لخطة ألف وخطة باء، لفئة ألف وفئة باء وفئة جيم. الفئة جيم دي هي المناطق البعيدة ما فيها خدمات، ولكن بالأساس هي المناطق اللي فيها الساكنين فيها القطاعات اللي نحن مستهدفينها، من بينهم سيدات الأطعمة والشاي، وبدينا مدخل أو برنامج من الباب للباب، ووصلنا حتى الآن لأكثر من 300، وزعنا أكثر من 375 ألف حقيبة، وكذلك وزعنا 80 ألف بطاقة بما فيها، وده من الباب للباب، ما بيستثني حد حتى سيدات الأطعمة والشاي. حنرجع تاني يا دكتور للمسألة بتاعت المفوضية. طيب يا خلطة عوضية، اللي هي انت تكلمتي عن الأضرار الواجهة النساء، أو في أسباب خلت إنه النساء ديل يكسروا الحظر. طيب بصورة عامة، المشاكل اللي قاعد تلاقيهم بشكل يومي وانت واحدة منهم، شنو المشاكل الأساسية قاعد تلاقيكم سواء في فترة الكورونا أو في حكومة ما بعد الثورة؟ خلينا نقول والله نحن نقول ما بعد الثورة كان ارتحنا جد، يعني كانت الكشة وقفت، ما في دفار، ما في مطعمات، لكن بعد كورونا دي يعني الناس عانوا. عندنا ناس دقوهم بالعكاكيز وستة شاي وضربوهم وغرموهم 1000 جنيه ذاك رمضان، والناس اللي هسه بغرموا فوقهم 500 جنيه.
فتضرر. يعني أسي أنا بقول لك تلقي الوحدة عندها 5 6 أيتام وهي قاعدة في البيت، هتعمل شنو؟ الأولاد عايزين ياكلوا، عايزين يشربوا، عايزين يغسلوا، يستحموا، دارين حاجات زي دي. فالجوعات كان جد يعني ضرر كبير بالنسبة للنساء. لكن نحن كان من البداية، أنا لما اتخطيت في مجلس السيادة في اللجنة العليا، أنا كان عندي فهم، عندي ناس بيكونوا مع التوزيع في الدفارات، لأنه عارفين ديل بمشي وين ديل بمشي، فكان التوزيع تم بلجان المقاومة، لكن هم ما بيعرفوا ناسنا كلهم. زي ما قال ابني عز الدين، أنا عندي في مايو محلات ما وصلتها، في الأسر في محلات ما وصلت، لكن أسي بالبطاقات دي يمكن. لكن أنا بتمنى إنه الناس يشوفوا حل مشكلتنا الكبيرة. يمكن لو رجعتي عملت مداخلات بتلقى عندي ناس يا ابن عز الدين ما عندهم رقم وطني، ما بيقدروا يشيلوا دعم. دي نحن نعمل لهم شنو؟ دي أكبر مشكلة، وأكبر مشكلة واجهتني وأنا بوزع في البطاقات وبسجل. أنا بمشي أشكر مجلس الوزراء اللي إدانا عربية عشان أنا أتحرك بها من الحاجوزي في العيد بابكر لمدرمان لجبل أولياء، لكن عندي أكثر من 500 مرة ما عندهم بطاقة وظروفهم سيئة. أنا بس داير أعرف دي حتحلهم لي كيف. بعدين دايرين ثاني، نحن غير الحاجات دي دايرين الناس تدعم الناس بالمواد التموينية، يعني ما البطاقة كفاية. يعني في ناس دايرين يشتغلوا وما عندهم رقم وطني عشان يعملوا البطاقة دي يزيدوا دخلهم. فدي أكبر مشكلة لينا. بعدين نحن استشهد يا إخواننا، قلنا ما دارينا ثاني تتعرض للكشاف والضرب الحاصل ده، لا. نحن استشهد دارينا تكون زولة متمكنة وقاعدة في حتة كويسة وحتة صحية ومويتها جنبها حاجات، يعني أسي زي ناس كوفتة طلعوا لينا أكشاك وطلعوا لنا ترابيز راغية وسمحة، لكن بس مع كورونا دي ما قدرنا وزعناها. فما دارين نكتفي بحاجة كوفتي، عندنا 100، لكن نحن عندنا آلاف. لو جمعناهم كده نحن كان يوم تلقينا 42,000 عضو بتبيع شاي وأكل وفول، يعني متعددين أغراض. دارين تمكين ليهم. الناس الدولة تقيف معاهم، وزارة العمل تقيف معاهم عشان الناس دي تقدر تعلم أولادها. نحن لو علمنا أولادنا يا إخواننا السلام ده بيمرق من البيوت، من البيوت السلام ده بيطلع. فدي حاجة أنا بتكلم عنها. أنا الولايات أخواتنا النازحات تعبانات شقيانات ما عارفين يعيشوا كيف، ما قادرين يعملوا. نحن زمان كنا بنستقبلهم، نجهز لهم المواد. معي عوضي عباس ربنا يديه العافية بنلقط بنشحت الواحدة نشتري لها الكفتيرة الكباب عشان تشتغل. لكن أسي الناس بقت في ضيقة، الضيقة دي نحن دارين الدولة توجه أسي انه ما في ملك الشواء لحد ما تسلموا بطاقتها، تستلموا البطاقه في اللحظه اللي احنا فيها دي بنقيف معاها تشتري مواد التموينيه وتكون قاعده في البيت بالبسيط ده لحد ما الازمه بتاعت كورونا دي تنتهي. تمام. حرجع لك ثاني يا دكتور. طيب خلطة عوضي اشارت لنقطه مهمه واللي هي انت قبل قلت للاسف الوزاره ما عندها احصائيات اذا تكلمنا بس عن النساء القاعدات في القطاع غير المهيكل، او النساء هم بائعات الشاي والاطعمه والبيبيعوا الكسرى والبيبيعوا الفول والتسالي. طيب خلطة عوضي اشارت لكلام انه في عدد 42,000 امراه، هل دل على مستوى ولايه الخرطوم ولا؟ الخرطوم. طيب دل على مستوى ولاية في الثلاثة مدن، وممكن يكون الإحصائية دي ما شاملة لكل النساء. ماذا عن الولايات؟ الرعاية الاجتماعية في الولايات هل لديها إحصائيات؟ هل في نساء تم مساعدتهم في الفترة تحت الحظر؟ نعم. لو سمحت لي قبل الإجابة على سؤالك وسؤال الولايات، نحن فيما يتعلق بالإجابة على سؤال ما معوضية في النساء ما عنده الرقم الوطني، نحن في الحقيقة واعين جدا ومدركين للمشكلة دي، مشكلة الرقم الوطني، وبدينا طوالي في إجراء معالجات. يعني سيدة ما عندها رقم وطني أو سيد ما عنده رقم وطني، ده ما المفروض أن احنا طوالي نتجاوزه أو نتجاهله. لكن أهمية الرقم الوطني بتنبع في أنه احنا عايزين نبني قاعدة بيانات، قاعدة بيانات نربطها مع السجل المدني. وبنوجه كمان طوالي ناس السجل المدني في حال أنه ما عندها رقم وطني السيدة دي، يطلع لها رقم وطني. لكن الآن بالمعالجات اللي بتتم طوالي، اي وحده اي سيده ما عندها رقم وطني بنديها سله غذائيه وبنعمل لها رقم، حتى انه احنا فقط نتعرف على الـ عشان ما يكون في تكرار،
ونحن كمان ننسى نساء ومواطنين اخرين مثلا يكون في دبل للخدمه هنا وفي شخص منسي. فبس عشان الكلام ده نحن مصرين كنا على الرقم الوطني، ولكن حتى السيدات والساده ما عندهم ارقام وطنيه نحن بنرفع اسمائهم بنديهم السله الغذائيه، يعني بدل نديهم البطاقه لانه البطاقه مربوطه بالتفعيل مربوط بالرقم الوطني. ففي الديل بنديهم سله غذائيه وطوالي بنرفع اسمائهم للسجل المدني عشان يستخرجوا لهم ارقام وطنيه. بالنسبة للولايات حقيقة أيضا نحن في الأول بدينا مساعدتنا أو الدعم الاجتماعي ربطناه مع الحظر الكامل، ولكن لاحقا أدركنا أنه الولايات بتتأثر حتى بالحظر الكامل في ولاية الخرطوم لأنها مرتبطة بشكل كبير بولاية الخرطوم، وعلى طول وجهنا وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية بالولايات فإنهم ارفعوا بالذات مراكز الفقر في مراكز خفض الفقر في الولايات أنه ارفعوا لنا كشوفات، وبالفعل حتى الآن استلمنا حوالي 60,000 من ال 18 ولايه 17 ولايه زائد ابيي بمتوسط 4,000 اسم ديل الناس الشغالين في القطاع غير المهيكل، والعمل جاري حاليا في استخراج بطاقات وارسالها، بل بدانا في الولايه الشماليه ارسلنا اكثر من 1300 بطاقه، وهذا الاسبوع ايضا في بعض البطاقات الان حاضر لانها توزع في الولايات، وبالتالي هم اهتمامنا بهم ما بيقل من اهتمامنا بالقطاع غير المهيكل في ولايه الخرطوم. طيب سؤال يا دكتور، هي البطاقه دي حيصرفوا بها إعانات شهرية؟ المساعدة حاليا في خلال الفترة بتاعت كورونا، ولكن كل الأسماء الجاتنا وكل البطاقات اللي نحن استخرجناها بنواصل عندنا كمان معايير أخرى عشان لإدخال الناس ديل في المظلة خلينا نقول تحت الدعم الاجتماعي المستمر. نحن في المفوضية عندنا دعم اجتماعي كاش، دعم اجتماعي نقدي، ودعم اجتماعي عبر وسائل إنتاج بنوفرها فبالتالي نحن عشان حاليا بس بنبني في قاعدة بيانات بنستفيد من الجائحة زي ما يقولون نحولها من كارثة لفرصة إنه نحن قدرنا بنينا لنا قاعدة بيانات، والآن وصلنا حقيقة بالتضامن مع الوحدات الثانية زي التأمين الصحي والزكاة وصلنا لحوالي 4 مليون أسرة سودانية أو 4 مليون شخص، سوري 4 مليون شخص حاليا معانا، فديل لحد كبير نحن بنواصل معاهم تقديم الخدمات لحد ما نطلعهم من دائرة الحوجة لدائرة الإنتاج. طيب خلطة عوضية قبلك تكلمت عن أنه أنتم وصلتوا عدد من الأسر. نعم. طيب عندك أي إحصائية لأنه أنتوا وصلتوا كم امرأة ببيعوا أكل أو ببيعوا شاي؟ والله أنا وصلت لمجموعة كبيرة بالذات محل جبل أولياء ومن خاصة جبرون عندنا ديل أهل النازحين يجوا ديل بتكلم عنهم إنهم هم ما عندهم الأرقام الوطنية. أسي أنا الآن عندي 3,000 عضوة حسلمهم بكرة الوزارة، وغير الاستلمتين وغير بكره عندي غرابه ال 500 بطاقه هتسلمها، ولسه نحن جارين بنبحث للنسوان في محلاتهم في بيوتهم اللي ما قادرين نطلع، وعندنا المتقاعدات اللي خلوا الشغل ديل برضه محتاجين نحن حنطلع لهم بطاقه عشان يكونوا يعيشوا منا. لكن انا برجع لكلام ولد عز الدين، نحن يعني بيتعبنا دارين نصل ولايات نحن مشينا، انا مشيت الوبيض، مشيت كوستي، مشيت شندي الدامر، مشيت الدمازين ودتني معونا الامريكيه بطيران بدر، مشيت قعدت مع المستان ولقيتهم محتاجين لنا عشان يقدروا ينظموا حياتهم، يقدروا نعلمهم حاجات اللي احنا اخذناها، يعني هسه انا ست شاي لكن عندي فندقه، عندي بسترة، عندي غياد، عندي حاجات كثيره، يعني غير ان ست الشاي المشهد اخذ جائزه اشهر امراه في العالم. فستة الشاي ديل لو انتوا فكرتوا لهم عندهم فهم، لانه نحن لما العهد البايض ضايقنا جبنا بناتنا وديناهم علموهم لنا كهرباء عامه، كهرباء السيارات، مكنكه حداد النجاره، ما دارينا نشتغل في الشاي ده. لكن في الشاي هسه ديل ابن عبد العزيز الدين احنا دارين نمكنهم عشان يكونوا نسوان صلبات يقدروا يعيشوا يعيشوا اولادهم، لكن دارين ست الشاي دي تترقى، يعني ما ست الشاي الزمان اللي قاعدين تكون حاجة تانية، حتى محل كويس مظلة أو كشو، وزي ما قلت لك ناس كوفت عاملين دارين زيادة منكم أنتوا لوزارة العمل تنظموا النسوان ديل وتدعموهم برأس المال لأنه ما عندهم نسوان ضعاف ما عندهم حاجة.
هم يا خلطة عوضية ستات الشاي وبيبيعوا الأكل قاعد يقوموا بدور عظيم جدا. كلنا نحن عارفين إنهم هم العائلات ل ما يفوق 50% من الأسر في السودان، ده وفقا لإحصائيات سابقة، لكن هسه بنتمنى إنه الوزارة تطلع علينا بإحصائيات جديدة. فنحن بالنسبة لنا مهنة الشاي من المهن العظيمة وبيع الأكل، لأنه هم ربوا أجيال ولسه هم عطاؤهم متواصل. طيب.